فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع الأحاديث النبوية كرسالة يستمع إليها المتصل على الجوال؟ ما حكم وضع الأحاديث النبوية كرسالة يستمع إليها المتصل على الجوال؟ أي خالف. طيب، بس المهم صحة الحديث، المهم أن يكون الحديث صحيحا. فإذا ذكر الحديث بنصه والحديث صحيح وذكر مصدره من أين أخذه فلا بأس بذلك. نعم.